نظام الغشاء الداخلي للخليه نظام الغشاء الداخلي للخليه تتم عمليه بناء وتعديل وانتاج الجزيئات المختلفه في الخليه كالبروتين والدهون بواسطه عضيات يجمعها نظام خلوي واحد والذي تتمركز اهميته في كونه مسؤولا عن تكوين البروتين هذا النظام هو نظام الغشاء الداخلي وتلك العضيات المكونه له هي الغلاف النووي الشبكة الإندوبلازمية بنوعيها الخشنة والملساء جهاز جولجي وأخيرا الحويصلات المختلفة تعمل العضيات المكونة لنظام الغشاء الداخلي في تنسيق منظم فالشبكة الإندوبلازمية الخشنة المحاطة بالريبوسومات تبدأ بإنتاج البروتين والذي ينتقل عبر حويصلات ناقلة لجهاز جولجي والذي بدوره يقوم بتهيئتها للمهمة التي تكونت من اجلها ثم يقوم بنقلها عبر الحويصلات الى وجهتها فمثلا يقوم جهاز غولجي بتعديل بعض جزيئات البروتين لتصبح انزيمات هاضمه ثم ينقلها عبر حويصلات تسمى الليسوسومات والتي تتحد مع حويصلات اخرى لتحللها وتنتج مواد غذائيه للخليه اما ان كانت وجهه الجزيئات التي يعدلها جهاز غولجي خارج الخليه فان تلك الجزيئات كالهرمونات مثلا تحاط بالحويصلات الافرازيه والتي تتحد مع غشاء الخليه ثم تنتقل لخارج الخليه اما الشبكه الاندوبلازميه الملساء فمسؤوله عن تنقيه الخليه من السموم وانتاج الدهون التي تنتقل عبر الحويصلات لجهاز جولجي ليقوم بتعديلها للوظيفه التي تكونت من اجلها وهذا هو احد انظمه الخليه الحيه نظام الغشاء الداخلي